وعليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، في هذه النشرة العاجلة الخاصة بتوقعات حالة الطقس بالمغرب إن شاء الله لآخر توقعات ورموز أجداد الحالة الجوية بالمملكة المغربية خلال الأيام القادمة لآخر تحديث الذي صدر قبل قليل من النموذج الأوروبي قبل 46 دقيقة من الآن. إخواني الكرام، تحية طيبة للجميع. فقبل الأخذ في التفاصيل مشاهدينا الأعزاء، فإذا كنت تشاهد لأول مرة فلا تنسى دعمنا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل كي يصلكم جديد الفيديوهات والنشرات، وشكرا لكم جزيل الشكر. والآن سننتقل مباشرة إخواني الكرام إلى التفاصيل، وقد بلغ إن شاء الله التوقعات بالنسبة لهذا المساء والأيام القادمة، فتشير الأجواء إلى استقرار مع احتمال أجواء غائمة يوم غد إن شاء الله. بالنسبة ليوم الثلاثاء، فمن المتوقع دخول اضطرابات جوية وأمطار غزيرة خصوصا على شمال المملكة على طنجة وتطوان وأصيل الشفشاون إشلال ميمونة وإساق نور حسيمة ودريوسة كنول تاونات قرية أبو محمد سيدي علال تازي لالا ميمونة وسيدي سليمان مكناس وفاس إن شاء الله، وكذلك اضطرابات جوية وأمطار حاضرة إن شاء الله على وجدة والناظور الحسيمة، أمطار غزيرة إن شاء الله على المناطق الشمالية للمملكة. سوف تستمر الأمطار على وجدة وكذلك الجهة الشرقية على وجدة خصوصا البركان والناظور، وكذلك أمطار حاضرة على تطوان وطنجة العرائش ولالا ميمونة وكذلك شوشاون تاونات إساقن وسيدي علال تازي. بالنسبة خلال الأيام كذلك يوم الخميس يتوقع عودة الأجواء إلى الاستقرار بالنسبة اليوم، كذلك الجمعة دخول بعض الأمطار أقصى شمال المملكة والمرتفعات الريف، قد تصل حتى الرباط إن شاء الله وسيدي سليمان فاس وتازة وكيكو خنفرة بن ملال الخميسات ربما الدار البيضاء بن سليمان والرماني والماس وكذلك إن شاء الله تاونات وتازة إن شاء الله والمناطق المجاورة بحول الله. بالنسبة كذلك مع مرور الساعات، فمن المتوقع أن تعود الأجواء كذلك للاستقرار مع احتمال أجواء غائمة المنطقة الشمالية للمملكة. بالنسبة ليوم الأحد والاثنين، فيتوقع أن تعود الأجواء كذلك إلى الاستقرار مع تقدم هذا المنخفض الجوي إن شاء الله، نسأل الله أن يدخل إلى المملكة خلال الأيام القادمة.